منورني يا حبيب قلبي، منور يا فتح البيت. اتفضل يا روحي. تسلم ايدك يا ام. تسلم. بقول لك ايه يا فتحي، النهارده بقى تقعد وتتعشى معانا. تتعشى مع مين؟ سيبيه يروح يتعشى مع مراته. طب اسمع يا حبيبي، انت في مره كده تجيبها وتيجي ونقعد نتلم سوا ونتفرج على التلفزيون. ما بترضاش يا ام، ما هي على طول عزمه ابوها وامها عندنا في البيت، ولو مش عزماهم تقوم جايبه واحده صاحبتها ومعاها جوزها. وماله يا ابني، زي بعضه وبراحتها. المهم يا حاج، عايزين نتكلم في الشغل شويه. ماشي، عايز تتكلم في ايه بقى؟ عايز اسافر اجيب بضاعه، عايز اعوض اللي سرقوه. الله، هو مفيش بضاعه في المخازن التاني؟ ولاد الهرمة نقوا المخزن المليان وشطبوه. طيب وماله؟ شوف عايز تسافر امتى. هو انت مش هتسافر معايا؟ اسافر معاك اعمل ايه؟ البركه فيك بقى، اديك عرفت السكه، وبعدين الراجل بيحبك. ربنا يا ابني يحبب فيك خلقه ويستر طريقك باذن الله. خلاص، اتكل انت المره دي وسافر لوحدك. حاضر يا حاج، ولو اني خايف الهبابه اللي عندي في البيت تشبط وتقول لي اسافر معاك.